هيدا مش أشر، هيدا محمد عبد الله، 21 سنة من السعودية. قصة محمد ما بتشبه قصة بقية الطلاب. عشت في جمعية أيتام وأحلى حياة وأحلى أخوان كسبت. فمحمد يتيم الوالدين، وعي على الدنيا وكبر بميتم. من وأنا صغير اهتموا فيني، درسوني، علموني. ما نقصوا شي بحياته، راح على المدرسة مثل كل الأولاد، وهلأ عم بتابع دراسته الجامعية بالماركتينج. حصل محمد بالميتم على تربية متكاملة نمت له شخصيته الفريدة، فهو مهضوم مرح، بيحب الحياة وواثق من حاله. اشتغل محمد على حاله ومارس هواياته، وساعدته الرياضة على الحصول على جسم متناسق. وما نقصوا لمحمد حنان العيلة، لكن هلأ رح ينقل لعيلة جديدة وكبيرة بيلاقي فيها كمان الدفى والحنان، عيلة ستار أكاديمي. نينا عبد الملك صبية لبنانية عمرها 18 سنة، كبرت على ستار أكاديمي وحلمها تلتحق فيه. تملك موهبة الرسم اللي اكتسبتها من والدها. هذا معرض رسماتي، هو شوي قدام، هو جديد، الأوضة كلها مليانة بوسترز للفنانين. هذا لأنه كتير بحب كل أنواع الفن وكل أنواع الميوزك، وصرت الشيء بفضل الطرب. ونينا اللي بتشبه بنات جيلة تتفاجأ وإنها بتغني طرب. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي. بالرغم من تعلقها بأهلها وحبها لوالدتها، هالصبية الحلوة المصممة والمستعدة لتحقيق هدفها ودعت عيلتها والتحقت بعيلة ستار أكاديمي لتخطي أول خطوة صوب الشهرة. محمد رحمة من البحرين ترك وطنه وأهله بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها، وتوجه على لبنان تيحقق حلمه. طبعا أكيد ديرتي هي أمي الثانية، أمي من بعد أمي اللي ولدتني، وأتمنى يا رب يعني أن أنا أكون ما قصرت معاهم يوم تركتهم في هالفترة وفي هالظروف الصعبة. محمد موهوب بالغناء، بيعزف على العود والجيتار كمان، واليوم محمد واقف على مسرح ستار أكاديمي تيخطي أول خطوة صوب الشهرة. عايش بعالمه الخاص. عبد السلام طالب مدرسة طموح من الكويت، عمره 20 سنة. هالشاب المهذب والرايق بيمارس لعبة الجولف. لكن عبد السلام بيحب المغامرة، بيعشق السرعة والأتيفي. إلى جانب دروسه المدرسية، عبد السلام بيلاقي دايما وقت تيمارس هوايته الأكبر، الغناء. وكرمال موهبته ترك عبد السلام بلده الكويت ودراسته تيقوم بالتركيز على حلمه بالغناء. حسام طه 24 سنة من سوريا، شاب مستقل وبحكم عمله بينتقل بين سوريا وقطر. فبقطر حسام بيملك وبيدير شركة تنظيم حفلات ومناسبات، أما بسوريا فبيشتغل مخرج بالإذاعة. يلا ولا على هوا. رح نودع مخرجنا حسام طه، وابتداء من بكرة رح تبلشوا تشوفوه ببرنامج ستار أكاديمي. وبالليل بياخدنا على عالم تاني، فهو بمارس هوايته كدي جي في أحد النايت كلابز بالشام. حسام بيهوى جمع السيارات الفاخرة وبيهتم فيها شخصياً. حسام طه بزنس مان ومخرج ودي جي، جاي يولع في ستار أكاديمي.
عاشقة وردي. محمد رافع 21 سنة من الأردن. تابع محمد دراسته الجامعية وتخصص بالهندسة المعمارية وليحافظ على لياقته البدنية ويكون رياضي ومتكامل. تعلم محمد رياضة البوكسينج. يهوى محمد التصوير ونمى موهبته من خلال دروس خاصة وصار مصور محترف وجرافيك ديزاينر. وإلى جانب التصوير تعلم محمد العزف على عدة آلات موسيقية: البركاشن والبيانو والجيتار. محمد رافع الشاب المهندس ترك عمله ومحيطه وحب يلتحق بستار أكاديمي. أكبر مني لقيته وتحقق يلي حلمته من زمان. خان علي مرني وخدني لعيونك ما عاد فيه عايش الدقيقة من دونك. خان علي خان علي قلب لي لا تحرمني من حبك. خاف علي حميني واتركني بقربك. سر حبي فيك غامض سر حبي ما انكشف. ليش اللي خلاك
تعذبني وإلا سنتي المكللك إذا ما فيك معروف. جيت وش جابك حبيبي من بعد طول المضيبي من بعد طول المضيبي ولا ناوي يا حبيبي غرق الغرقان أكثر غرق الغرقان أكثر. قول إني ما همك يا برودة والله دمك كنت في عيني أضمك وتغزل بك وهالسهر. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا غرق الغرقان أكثر. ولا شيء مستخبي ولا شيء مستخبي يلي ساكن وسط قلبي ليه من حبي تنكر ليه من حبي تنكر وانت في دنياك لاغي عن حبيب القلب ساغي التغلي مو تباغي هس في شوقي وتذكر. يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا غرق الغرقانك. سمعنا نينا والشباب الخمسة.